جبد الحلال ركز حتى وانت برا اللعبة ما عم تركز معي ركز بس شعراته حلوينة هذول بيعملون هيك. سؤال رقم 4، أي دولة عربية اسمها مرتبط بالقمر؟ هل هي السودان أم الصومال أم جزر القمر؟ هي جزر قمر. أي هي بلد إلى أيوة إبراهيم للسودان ولا فلسطين للسودان؟ طبعا الجواب هو عم نقول جزر القمر المرتبطة بالقمر، إذا هي جزر القمر. مين فيكم جواب صح؟ أيوة إبراهيم أستاذ أبو كرم. هلا إبراهيم، شو شايفك حركات أنت منين يا إبراهيم؟ مبسوط والله، مبسوط يا أستاذ أبو كرم. هلا منين أنت إبراهيم؟ من السودان؟ من السودان. هلا بالزول، هلا ترى أنا زرت السودان، بلد روعة، شفت النيلين الأبيض والأزرق. منين أنت؟ من الخرطوم ولا من درمان؟ لا من الخرطوم. لو كسبت أول عزومة حعزمها لك أنت يا أبو كرم. والله لازم تجينا في السودان. شو بدك طعمينا على العزيمة؟ أحلى كمونية وملاحم رقيقة. يلا سمعت الكمونية الثانية ما عرفت شو هي، بس خلص جايك حكسبك. ها انتبه ركز، مين اللي قاعد جنبك؟ اللي قاعد جنبك مو من السودان، مين اللي قاعد جنبك؟ ده زميلي من مصر. والنعم، دولتي الثانية. مصر والسودان طول عمركم اخوة وقرايب وحبايب مع بعض على طول. اهلا. أيوة. اهلا. طيب حنجي على السؤال رقم 5، في قناة توصل البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط، شو اسمها؟ قناة الدانوب ولا قناة بنما الموجودة بنما ولا قناة السويس الموجودة بين البحر الأبيض والبحر الأحمر مثلا؟ حنشوف. مريم ترتتم. أيوة أهلا مريم، والله أهلا. أيوة أسامة أسنان الظهر. شو الجواب؟ طبعا جاوبته أنا من ساعة، هو قناة السويس. أيوة الكل عم يزقف برافو. لا والله عن جد شاطرين. شوف كل واحد صار معه 1250 ريال، خلاص يروحوا على البيت. انتوا اصلا قاعدين بالبيت. شوف الضحكات ابرار الضواحك. حسن احلى بكره بدي حبيت والله تبع سوريا. اهلا. ايوه عم يكتب لي على الورقه. برافو. الو مع مين بدي احكي؟ بس مش عارف ريهام ولا حسن. الو مين اللي حامل لي شو اسمه احلى بكرم؟ خلاص انت ربحت اليوم، انت كل اليوم رح تربح. مين؟ ايوه ربحت ابو دقن، هذا هو. أيوة. حبيب الملايين. ايوه ارشيني حبيب الملايين. ايوه اعطيه، قصدي ارشيني. والله من حبك مع ربح وبدون ربح. هلا اذا تفرزت بدنا حسابك على الانستغرام. اذا فرزت. اي مرتك عم تضرب فيك، شفت عم بتقول لك روق.